صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة. مضى عامين يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية، وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في حقائبه طرابينا من النعناع والزعتر. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وتفت الهند، تفت السند، تفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتنشلني إذا أعثر وتكسوني إذا أعرى. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت تعيش بخاطره عروسة السكر. فكيف، فكيف يا أمي، غدوت أبا ولم أكبر. هكذا تغنى نزار القباني بأمه. جبنا لكم الليلة أمهات المشاهير. تحضر معنا أم السباح التونسي العربي العالمي، أم السباح المتألق أسامة الملولي. مرحبا بك سيدة خديجة. بارك الله فيك، بارك الله فيك على هذا التقديم الرائع. شكرا جزيلا لك. عايشك. كما تحضر معنا أم الفنان المتألق، الفنان اللي حبيتوه برشا، اللي معروف بخفة دمه وبأناقته. تحضر معنا السيدة عروسية إبراهيم، أم الفنان نور شيبة. مرحبا بيك. بيك أكثر، مرحبا بيك وبارك الله فيك. عايشك. شكرا على التقديم جميل وبارك الله فيك. عايشك. كما تحضر معنا هي نجمة وبنتها زادة نجمة. البنية هذية تشبه ياسر الأمها، برشا يقولوا نسخة مطابقة للأصل، صوت وصورة. تحضر معنا السيدة نعيمة الجيني، أم أميمة بن حفصية. مرحبا بك سيدة نعيمة. بك أكثر، يعيشك. شكرا. يعيشك. ذي نبدأ معك سيدة خديجة، بما أنك أنت أم بطل، أول سؤال نوجهه لك، البدايات متاع أسامة، الطفولة متاع أسامة كيفاش كانت؟ قبل كل شيء، أنا عندي أربع أطفال، أسامة هو أصغر في الأولاد. إذن ربما أسامة جلب لي انتباهي بحاجات مش موجودة عند أخواته. مثلا ديما الطفل البكر يكون أرز كينو بشي يولي البو بالنسبة لأخواته، والثاني أقل، يبدأ أقل رزانة يبدأ. وأسامة هو رقم ثلاثة. إذن أسامة تبارك الله عليه، حي برشا، مترهش قاعد، وبرشا حركات، عنده طاقة، تحس اللي عنده طاقة كبيرة، صاحب نكتة، فهمت؟ دونك إبي وأسامة معناها تبع خواته للمسبح. إذن أنا أربع أطفال وعلى روس بعضهم، وأنا معلمة نقري في المدرسة. دونك وقت اللي كبروا شوية وإحنا بجانب البحر وكل، إذن خوفا من البحر ومشاكل البحر، وواحد معقد شوية من الحوادث اللي تصير يعني في المرسى عن طريق في البحر. إذن أول حاجة بدرنا بها كنا يلزمنا نعلموهم السباحة. إذن أسامة كان يتبع أنس ومؤنس وبعد أسامة إذن للمسبح. ويعني من غادي بديت القصة الحلوة اللي معناتها تكلت يعني بالبطولة العالمية، بطولات ونجاحات والحمد لله يا ربي. إذا يعني أنت أكيد شجعته حتى أنه باش يمشي مع خواته. أكيد. أي يعني البداية كانت كيف ما قلت لك، يعني مش بنية اللي كونك باش تصنع بطل، خاصة إذا كان نحكيه على السباحة. والسباحة مش من تقاليدنا ومش من عاداتنا. نحكي على السباحة يعني
السباحة العالمية يعني باش تطمح باش مستحيل. أما كيف ما قلت لك احنا الهاجس الوحيد كوني نعلم أولادي السباحة باش ما نتعرضش للمشاكل المشاكل يعني مأساوية في البحر. هذا سر معني، هذا سر نكتشفوه معني. أسامة بدا في السباحة بحكي تخوف من أمه، خايف عليه من البحر. أي خفت على أولادي وكل. دونك كيما قلت لك ذاك هو الهدف الأول من يعني إصراري على تعليمهم السباحة بالأخص. نعم، نتعدى معاك سيدة عروسية يعني نور شيبة الفنان اللي تألق وحبوه برشا العباد. كانت تحاول تحكي لنا شوية على الطفولة متاعه، كيفاش كانت، كيفاش كان غرامه بالغناء. والله نور من حيشة هو صغير، هو مولادي، عندي 5 أولاد، هو معناها خامسهم الوليد هالضايع. ناشط من حيشته صغير، ناشط معناها من صغريته في قرايته في كل شيء، معناها ما عنده معناها عنده في الغناء، عنده في الغناء، عنده في القراية، عنده معناها ناشط بالقدي. هو صغير يقرأ ويمشي في معناها النادي، يمشي لل معناها يمشي للإذاعة، إذاعة المستير، دار الثقافة. يكلمني ساعات يبدا يقرا، يكلمني مدير الإذاعة يقول لي وينو نور، نور الدين هو بعثهولي باش يجي. معناها من قبل مصلي على النبي عليه، عنده موهبة من عند ربي. موهبة من عند ربي، ناجح في قرايته، في يحب الحاجة الباهية، يحب الحاجة معناها ياكل بالباهي، يحب الماكل الباهي، يحب الحاجة الباهية، لبس فيهم صغار الكل اللي كان صلي عن بيم دلي لابس بيها. أنا هذا يعني الطفولة نتاعه، يبدا في الدار يعمل جو، ساعات في الدار يعمل لنا جو، يبدا يعمل جو وحده هكا. نبدا علاقته باخواته كيفاش؟ والله علاقته باخواته باهية ويحبوه ويعمل جو في الدار، معناها مش رايق، مش كبي معناها ديما يعمل جو. لا يعمل جو، يعمل جو، يعمل جو في الدار، حاجة معناها موهبة جاته من عند ربي. هو مبارك مولود في 27 في عيد الجمهورية، تولد ليلة عيد الجمهورية، تولد ليلة العيد. أو قاعدة حافظتهم يعني خاطر جاء في مناسبات رسمية، في مناسبات مصلي على النبي، موهبة من عند ربي. أكيد أكيد، مازلنا باش نواصلوا معاك الحوار. نعيمة أميمة، نعيمة هالنسخة المطابقة للأصل اللي لك، كيف جبتها أميمة؟ إذا قلت لي أنت عندك بنية بركة. عندي بنية كاو. والله أميمة ملي هي صغيرة هكا تحسها هكا فايقة وتبدأ هكا تحبك الصغيرة بالكل، عندك لجود مو هكا تبدأ تنكت. هنا نبهت فيها، كانت عندي بنية معايا في دار اسمها شريفة. حد تقول لي ما نجيب لك شريفه ماء، زعما شريبه ماء. ومره قلت لها انت يا ماما يدخلي عندك سوزه، قالت لي عندي الحمامات. وهي دي صغيره تقول هي تحسك تحب تكوبك وتحب زعما تضحك وتحب وبي هي صغيره بالكل. وقتها نعملوا في نعملوا في نتاع روسي مع سلاح الدين السيد. يا اخي نص علي الواتي وخرج سي سلاح. سي سلاح يفركس بنيه صغيره باش تخدم بنت ساسيه، باش تخدم بنتي. حد يخوي سي سلاح كان يسكن بحذايا في المنزه، حد يلقاه في العطار قال له ذي بنت شكون؟ قال له بنت نعيمه الجاني. يا اخي قال يا اخي حكيت لي الحكايه، يظهر لي قالت عامله عركه، لقاها عامله عركه في العطار. عامله عركه في العطار. جاء سلاح من غدوه قال جيبها. قلت له انا ما نتحملش مسؤوليتها، عيطت لها عملها تيست، اذا كان عجبتك خذها، بلا تيست عجبته على الاخر. وخذت وعملت بنيه تاع عروسيه معايا، كانت تفكرها صغيره بالكل، شافها نوري بوزيد. عيطت لها بطوله فيلم عرايس من تين مع هند صبري واحمد الحفيه، ونجح الفيلم بالكدا وعملت دور محلاه محلاه. بعد عملت فيلم اخر، عملت ان كارني دو فواياج اون تونيزي، معناها مثلت الكل فيلم بالفرنسي مع هشام رستم، و معناها عده ممثلين مع المخرج جيرار كلان، عملت فيلم صورته في توزر. من بعد
عملت فيلم كلمة رجال مع معز كمون، وعملت فيلم الخشخش مع سلمى بكا. قداش عمرها كانت؟ تحاول تذكرنا توا هي قداش عمرها عامله هذا الكل معناها؟ هذا وقت اللي عملت يعني عمرها 7 سنين وقت اللي عملت معناها الفيلم هذا. يعني بديت دخلت للمجال نتاع التمثيل قداش عمرها؟ 7 سنين؟ لا لا اقل، وقت اللي في منام تاع روسيا عمرها تقريبا 5 ولا 6 ans ميم با، يقولي 5 ans وقت اللي عملت منام تاع روسيا صغيره بالكل مازلت. كيفاش نعيمة أنت كيفاش شجعتها؟ معني هل أنه أنت قلت لها أدخل فيه الدومين هذا وراهو معناها؟ لا أنا ما شجعتش، أنا قلت لك جات بالصدفة سلاح السيد هو اللي اكتشفها. من بعد كي كملت يعني بعد ما عملت الدور هذاك هو اللي كملت من بعد؟ كملت كيف نجحت في الدور هذاك؟ أنا قلت لك شافها من بعد نوري بوزيد عجبته برشا، دوك مشات عملت الفيلم يعني هي عملت على روحها. عملت على روحها وصدقني حتى كي نخدموا مع بعضنا مثلا في شوف لي حل وإلا في فيلم الخشخاش مع سلمى بكار خدمنا جميع، في عرايس منتين أنا عملت دور منسية من من ما ندورش بها في البلاتو. أنا بالنسبة لي معناها كأي ممثل بروفيسيونيل معناها بالنسبة لنا يتلاهي بها أنا أسيستون ولا أسيستونت، أنا ما نتلاهيش بها. وديما كي نخدم معاها فرد خدمة ديما نقول لمريم ما نتحملش مسؤوليتها، خاطر أنا نحب نركز على دوري، نحب في الدار بنتي، أما كي نبداو في بلاتو حس إلا ساعات كي تعمل حاجة هكا مثلا وهي صغيره تتشيت ونقولها اقعد رايده ما كاينش ما عادش خليك تجي ما عادش خليك تخدم حتى تولي تقعد رايده صغيره ما فهمتني. بعد عملت شوف لي حل الستة اجزاء شوف لي حل مع سلاح الدين السيد معني وحدهم حبوها العبيد ممكن خطرها حبوها العبيد ياسر تخدم سبونتاني هي حتى البحه اللي في صوتها كيفي من عند ربي حتى صوتها كيفي انا بالضبط. احنا هم مش نشوفوها توا، احنا حضرنا لك مفاجاه عندنا رساله خاصه يعني جايتك من اميمه هاي صح عليك احنا صورنا معاها وعندك رساله باش نشوفوها توا مع بعضنا نتعدي ونشوفوا الرساله هذه اللي حضرتها اميمه لامها ومن بعد نرجع. بس نقول لها عنا ساعات يبدأ ما عناش يقول لها عاش بنتي نصفه بشوية رو طاو مثلا نحن في فترة إذا ما نستحفظه مثلا نحسها تفهم مش هيك صغيرك اللي يبدأ يدلل ويبدأ زعمك نحسها نضج حتى النجم يقول لك نضج تقبل وقتها يعني أنا نحب كي قد ساعات نقول أنا في صورة ما تخرج البر وتعمل بشتكري مثلا وحدة وإلا بشتبعد عليا نحبها تكون يظهر لي أنا اللي أنا اللي بيش نتعب وهي بعيدة أكثر من هي أنا بعيدة ما اللي خديك تعود بها أكيد يعني. سيدة خديجة نرجع معاك أسامة، كنت حاول تحكي لنا أسامة الإنسان يعني بعيدا عن أسامة البطل، أسامة الإنسان في الدار مع عائلته مع أخواته كيفاش علاقته بيهم علاقته بيكم كيفاش؟ والله يخليني عاش بنتي إن نعلق شوي على اللي قلته نعيمة الجاني معناتها يعني حكيت على حاجات مهمين جدا في تربية الصغار وكل وتقريبا لقيت نفسي أنا لفادة باش نعاود اللي هي قالته لقيت نفسي كاني أنا مع أولادي هكاك معناتها علمناهم الاعتماد على النفس علمناهم أكل ميوع عليك الدلوع عليك ما تبداش بكاء شكاء فهمت كيفاش دونك بوي هالمواهب هذيا اخت الموهبة أنا نتفرجت فيها البنية روعة من الروائع ربي وصل بسالم وشيء من مأتاه ولا يستغرب أكيد أما بنت عائلة قلت فنية قلت حاجات يعني مهمين جدا في صلب التربية. إذن أسامة تقريبا هذا هو هي لاحظت وحتى الأم نور زادة لاحظت اللي ثم موهبة ثم حاجة مش عادية ثم حاجة مش متاع سنهم ثم حاجة لاحظناها كما أم نور شفت اللي نور معناها يميل عنده موهبة متاع الغناء متاع حاجات تكبر من سنهم دونك مثلا أسامة بيبي مثلا يعني في البانو يعني يبدا الشيخ ما وقت اللي انت تسمع السياح وقبب كان وقت اللي اسامه باش يتلف البشكير ونخرجوا عكس الصغار صحيت صحيت معناها لازم انا يكون اكل بيبرون حاضر باش اكل عياط وزياد اوب نحط له البيبرون وكا معناتها باش انا فهمت اسامه مع اخواته حنين برشا
وتربيو كما قلت لك تربيو ميظهروش ميظهروش خاطر على روس بعضهم. أنس أنس عام 80 مؤنس عام 81 أسامة عام 84 وبنتي جات عام 88. إذا معناتها كلي يلبسوا مع بعضهم حوايج بعضهم يعمل عاملين جو مع بعضهم. مريتش مثلا انك الغيره ولا الضرب ولا الحكايات هذيك لا فهمت كيف. اي بوي تقاسموا نفس كيفاش نفس الغرام كلهم متوحد كلهم اجمعوا واختاروا السباح. خاطر انا في المره الاولى انا وطبعا ابوهم يعني المره الاولى يعني جربوا الرياضات الكل يعني عملوا تنس عملوا تيكواندو عملوا الفوت عملوا تنس دو تابل عملوا كل شيء ولكن تم الاختيار على السباحه على الماء. خاطر معناها الماء عندك اروقه دي كلوار كل واحد الكلوار نتاعو وراسك في الماء وتخدم على روحك وشيخ وكل وكما قلت لك معناها نيت اللي منشنا باش نخلقوا ابطال هذه ما تجي واحد غيرها نيتك. اما معناها في الحقيقه انا استحليت هال يعني هالنشاط هذايا على خاطر هما اولاد وفي مخي اللي خايف عليهم واحنا نسكنوا في المرسى والمرسى فيها برشا نزول والمرسى معناها تجيها برشا معناتها لي توريست وكل شيء اللي خايف عليهم. اذا احنا في المسبح معناها نعديو يعني تنجم تقول نبداو حصتين حصه صباحيه وحصه مسائيه والوقت الاخر زاد دراسه في المدرسه نروحوا سي باش يتعشاو وكهو ويرقدوا. دونك كما قلت يعني عجبتني الهدره خاطر كانوا انا في الحقيقه حبيت نلقى شكون يعاوني خاطر مش بالسهل باش ام تبدا عندها اربع صغار وعلى روس بعضهم وانا موظفه ونخدم وكل مش بالسهل باش تضمن لهم يعني التربيه اللازمه والتالق اللي معناها تحلم به كل ام مش بالسهل. اذا انا كي نمشي للمسبح معناها ثم مربين باش يشيلوا عليا شويه المسؤوليه أكيد. وثم تأطير يعني تنجم تقول من نوع رفيع الى اخره. وصلنا باش اعياد الميلاد وكل المناسبات الكل تصير في المسبح يعني فهمت كيفاه يعني كانت يعني تجربه حلوه برشا وديما نيه اللي كونوا هاكا يلعبوا مع بعضهم هاكا مكان يعني مكان فيه مربون صاهرين على التربيه فاما بطريقه اللي علموا الاطفال هم يلعبون طريقه يعني طريقه حلوه برشا طريقه معناتها كما قالت معناتها الاخت نعيمه وكل شيء ما ثمش غطرسه ما ثمش ضرب ثم حاجه قالتها مهمه جدا اللي كونوا اكل الصفع على الصغير وكل شيء هذيك معناها تذلوا هذيك معناها تتمصلوا شخصيته. دونك هذا هو يعني قاعدين هنا بالحق نلقى روحي تحكي ام نور نلقى نفسي في ام نور وشنو سلوكها ومع حكيت معناها نعيمة. فنانتنا العظيمه نعيمه الجاني نلقاو نفسنا هكا امهات بعض امهات اللي الحمد لله معناها هي نعمه من عند ربي اللي عشنا مع اولادنا اللي نجم تقول يعني نجوم والحمد لله يعني أكيد. بكل أكيد. تواضع أكيد. سيدتي سيدة عروسي متعدى معاك يعني ذكرياتك مع نور يعني احنا نعرفوا لي انت مؤخرا يعني مشيت حجيت انت ونور يعني كنت تحاول تحكي لي مبروك فيك عيشك مبروك يعيشك عيشك عيشك كنت تحاول تحكي لي على معاملة نور معاك يعني هل انه يعاملك معاملة خاصة كيفاش يتعامل معاك نور يعاملني يحبني معاملة خاصة صحيح يعاملني خاطرني أنا موثرت له كل ما يطلب الحاجة اللي يطلبها أنا معناها نحاول كيفاش أنا نقربها له باش هو يلقى معناها فيش يلقى في كل شيء معناها كيما هكا في يجي يقرأ هنا وثرت له كل شيء باش يلقى مستقبله قدامه
عرفت ولا هو حابب، معناها عنده طموح وعنده من حشته هو صغير قاعد نتبع فيه نور، نتبع فيه في شيء إلا قاعد حشت عمره 10 سنين وأنا نتبع فيه في الشيء إلا هو معناها حاسة بالشيء، الشيء اللي يحبه هو أنا حاسة بأم، تعرف معناها الشيء أكيد. أقري على روح واني وثرت له ما يطلب هو، ما يحب هو باش ينجح يوصل الناس، يعني ردت الناس كي حبته معناها يجيوا يقولوا لك ما شاء الله عليه ولدك ناجح، يجيوا يشكروني ويحبوني ويرعوني ام نور، يبداو يبوسوا في هذه ام نور، يتعداو من قدام الدار يقولوا لي هاي دار نور، معناها كي راهو يجي لدارنا، ساعات يجي لدارنا وقت يجي يشوفوه يبدا واقفين باب الدار باش يحبوا، معناه يشوفوه يحبوا يشوفوه يحبوا النجم هذايا، يحبوا النجم يحبوا يشوفوه يحبوا، ساعات يجيو بالذمة يدقوا عليه يقولوا نحبوا نراو نور، يحبوا في بلادنا خاطر ما يظهر، ما خاطر شو كان في التلفزه ولا في الاذاعه غادي في بلادنا، معناها يجي في مناسبة اكيد يحبوا معناها منهم ليه يشوفوه، يحبوه برشا، بلادنا الكل تحبوا، فاميلته الكل تحبوا. احنا حضرنا لك رساله من عند نور، نور عمل لك رساله او باش نشوفوها مع بعضنا، نتعداو ونشوفوا رساله نور شيبه الام ومن بعد نرجع. يعيشك.